الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم الحليم الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن إنما جئنا هنا طاعة لله سبحانه وتعالى ومحبة في الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا مجلس من مجالس الذكر، وهو أعلى مراتب الذكر. نتدارس فيه كتاب ربنا جل جلاله، ونتعلم ما فيه من الآيات التي كلمنا الله سبحانه وتعالى وخاطبنا بها، وأراد أن يوصل لنا رسالة خالدة إلى يوم القيامة بهذا الكتاب المجيد العظيم الذي ختم به رسالاته وأنزله على خير عبده وخير رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن بلفظه ومعناه، وعلمه بلفظه ومعناه. ووقف بنا الحديث ونحن نتكلم على قصار مفصل، أي من سورة الضحى إلى سورة الناس، وقف الحديث إلى سورة الكوثر. سورة الكوثر 3 آيات فقط، وهي سورة مكية. هذه السورة تبين فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاه خيرا كثيرا عميما. وتبين أيضا دفاعه سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف دافع عنه. ورد كيد المبغضين، ودعا على مبغضيه صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الكوثر، هذه السورة القليلة في آياتها ولكنها عظيمة في معانيها، قال الله سبحانه وتعالى في مطلعها: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصصناك بهذه الخصيصة وهذه الميزة. فهذه مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما مات ابن له وهو القاسم ابنه، قال العاص بن وائل السهمي: بُتر محمد. بُتر أي ليس له عقب، أو هو أبتر لا عقب له بعده. فأنزل الله عز وجل هذه السورة تحمل الرد على العاص، والتعزية والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشرى له ولأمته بالكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. وذلك ثبت به حديث عنه صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني معنا جالس معنا، إذ أغفى إغفاءة، يعني أخذته إغفاءة، ثم رفع رأسه وقال:
أنزلت علي آنفا سورة، يعني الآن سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فهذا هو الكوثر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعلم أن الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب، لأنها مأخوذة من الكثير. الكوثر في لغة العرب مأخوذة من الكثير، وصيغة الكوثر هذه الفوعل عند العرب تعني الكثرة. فإن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير، يعني لا يحد بالنهر فقط، بل كل خير أعطاه، أو الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك النبوة والرسالة والكتاب والعلم والحكمة، كل هذا من الخير الكثير الذي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكوثر الذي هو النهر الذي في الجنة كما مر معنا، يصب فيه أو يصب منه الحوض الذي يرد عليه المؤمنون يوم القيامة، ولا يرد عليه إلا المؤمنون الصادقون الصالحون، لما روى عن أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. آنيته الآنية جمع، أو الآنية التي يؤخذ منها أو يؤخذ بها من النهر عدد النجوم. قال فيختلج العبد، يختلج يعني يرد ويصد العبد منهم عن هذا الحوض، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري يا محمد من الذي أحدثت بعدك أمتك، فأحدثت بعدك الأشياء الجديدة في الدين، البدع التي خالفت هديك وخالفت ما بعثت به، فصدوا عن الحوض، فلا يرد على هذا الحوض إلا المؤمن الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن أعطيناك الكوثر، يعني خصصناك بالكوثر الذي هو الخير الكثير، ومنه كما مر معنا النهر الذي في الجنة وغير ذلك من النبوة والكتاب والعلم والحكمة. ثم قال له كأنه يقول له فاشكر هذه النعمة يا محمد، أن أعطيناك إياها، فاشكر هذه النعمة بالصلاة لربك والنحر، فصل لربك وانحر. فاشكر هذا الإنعام بأن تصلي لله وحده، فصل لربك أي صلي لله وحده لا شريك له، وكذلك انحر له وحده سبحانه وتعالى. فالمراد هنا من المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هي الأضحية. فصل لربك أي صلاة العيد، والنحر هي الأضحية. فهذه السورة تكلمت عن شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي شعيرة الأضحية أو شعيرة النحر. فيدخل فيها الهدي الذي يسوقه الحاج المتمتع والقارن الذي يسوق الهدي معه، فينحر هذا الهدي في أول يوم العيد، وكذلك يدخل فيها الأضحية التي يذبحها المسلم بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. ففي هذه الآية دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، فلا يجوز أن يذبح الإنسان قبل صلاة العيد، وإلا صارت صدقة من الصدقات. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد والذي اتهمك بهذا الاتهام الشنيع، وهم مبغضوك من كفار قريش بأنك لا عقب لك، هو الأبتر، هو مقطوع الأثر. فانظر كيف أعلى الله سبحانه وتعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على المنابر وعلى المآذن إلى يوم القيامة،
وكيف قطع الله دابر هؤلاء المبغضين. إن شانئك هو الأبتر. وفي هذا فيه سبب نزول كما روى البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ودافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان إكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مشروعية الدعاء على الظالم. الظالم الذي ظلمك يجوز أن تدعو عليه، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الرجل الذي افترى عليه في الكوفة أنه كان يصلي بهم إماما فيخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما احتكم إلى عمر بن الخطاب وبين له سعد بن أبي وقاص أنه كان لا يعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداها، فقال له عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم دعا على هذا الرجل، قال: اللهم إن كان قال هذا رياءً فاللهم أطل عمره وعرضه إلى الفتن. فيقول الراوي: فما كان من هذا الرجل إلا أن كبر سنه حتى سقط حاجبه على عينه، وكان يتعرض للبنات في الشوارع يعني يغازلهن. وكذلك روية أن سعيد بن زيد رضي الله عنه ادعت عليه امرأة يقال لها أروى، ادعت عليه زورا أنه اقتطع من أرضها جزءا، فاحتكم إلى مروان بن الحكم، فقال له سعيد بن زيد: والله ما كنت أفعل ذلك بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الذي سمعته؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض مسلم طوقه يوم القيامة 7 أراضين. فقال له مروان بن الحكم: ما نطلب منك بينة بعد. ثم دعا على هذه المرأة فقال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. فيقول الراوي: فقد عميت، ثم وهي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فماتت. فيجوز أن تدعو على الظالم الذي ظلمك ولا بأس بذلك من القرآن والسنة.